شهدت الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر 29 للاتحاد البرلماني العربي التي عقدت مساء اليوم وبمشاركة رؤساء البرلمانات العربية، شهدت إقرار توصية ضمن تقرير لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية بالاتحاد البرلماني العربي يدين ويشجب ويستنكر كل التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية الداخلية والاعتداء على أراضيها وسيادتها. وللحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا من عمان سعادة السيد علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء. مساء الخير، أهلا بك في نشرة الثامنة. هل تطلعنا بوضوح على أهم ما جاء في البيان الختامي لهذا المؤتمر؟ مرحبا يا هلا، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شاركت الشعب البرلماني البحرين في الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر 29 اتحاد البرلمان العربي اللي انعقدت اليوم بالمملكة الأرضية الهاشمية، مشاركة رؤساء البرلمانات العربية، وهناك توصيات تم أقرارها ضمن تقرير لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية بالاتحاد البرلمان العربي. طبعا هناك إدانة وشجب واستنكار لكل التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية الداخلية والاعتداء على أراضيها وسيادتها. طبعا وفد الشعب البرلماني لمملكة البحرين مشارك برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب، على أهمية تأكيد على أهمية المشاركة في مختلف المحافل البرلمانية الأقليمية والدولية لما توفره من ساحة للنقاش وتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا العربية. المجتمعين طبعا خلال الاجتماع خرجوا بتوصيات تعزز الوحدة والتماسك العربي في مواجهة مختلف التحديات، على رأسها الموقف العربي الثابت تجاه القضية الفلسطينية ومحاربة الأرهاب بكل أشكاله، وضع حد لكل أشكال التوتر والصراع والعنف في الوطن العربي، وهناك إيجاد إطار اقتصادي مشترك داعم الاقتصاد العربي. الاتفاق تم في البيان الختامي على تشكيل خلايا عمل برلمانية عربية والسعي بكل المحافل والمنابر من أجل دعم صمود الفلسطينيين على أرضهم وانتصار عدالة قضيتهم. طبعا أكد الاتحاد البرلمان العربي على مركزية القضية الفلسطينية بصفتها أولوية تتقدم قضايا الأمة العربية، وأن أي حل يتجاوز الحقوق الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية والمتوافق عليها في المبادرة العربية للسلام هو حل غير قابل للحياة. الاتفاق تم كذلك على أهمية دعم صمود أشقاء الفلسطينيين في نضالهم التاريخي والدفاع عن حقوقهم باعتبارهم باعتبار حق ثابت عربي. وكذلك وصى على أن البرلمانات العربية موافرة العمل في تقديم الدعم السياسي المطلوب لحشد التأييد الدولي لمناصرة الأشقاء الفلسطينيين. أجل. وكذلك عدالة قضيتهم وصون مستقبل الأجيال. نعم. سعادة السيد علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.